إذن مشاهدينا لمناقشة هذا الموضوع والحديث أكثر نربط الاتصال مباشرة بسيد يزيد بوعناني المكلف بالإعلام لدى المجلس الوطني المستقل لمديرية الثانويات. صباح الخير سيد بوعناني. أهلا وسهلا، صباح النور، شكرا على هذه الدعوة الكريمة. الشكر لك. إذن سيد بوعناني، كما ذكرت أفرجت وزارة التربية عن رزنامة أو تاريخ بداية تسجيلات لشهادتي البيام والباك. إذن حتى ووفقا للتعليمات التي نشرتها الوزارة، سيتولى المدراء تسجيل إلكترونيا بالنسبة لطبعا طلبة الداخليين أو النظاميين. إذن سيد بوعناني، ما الغرض الرئيسي حسبكم من هكذا إجراء؟ شكرا. والاسم هو بوعنان وليس بوعناني. ثانيا، طبعا عملية تسجيل البكالوريا التي أشارت إليها مراسلة وزارة التربية الوطنية أمس، والتي تبدأ يوم 21 نوفمبر وتمتد على مدى شهر كامل، طبعا فيها جزئين، يعني فيها حالتين. الحالة الأولى هي تخص النظاميين، يعني المترشحين النظاميين الذين يدرسون بالمؤسسات التربوية، يعني في مؤسسات التعليم الثانوي أو مؤسسات التعليم المتوسط. وعملية التسجيل بالنسبة لهؤلاء المترشحين ستكون تقريبا بشكل آلي عن طريق نظام المعلومات الذي توفره الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية. وطبعا بعد هذه عملية التسجيل ايضا سيتم الدفع الالكتروني، يعني دفع حقوق التسجيل عن طريق ولاول مره عن طريق الدفع الالكتروني باستعمال بطاقه ذهبيه. اما بالنسبه للمترشحين الاحرار فيتم تسجيلهم عن طريق موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بحيث عليهم ان يفتحوا حسابات داخل هذا الموقع، موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. الحساب طبعا يحتوي على اسم المستخدم وعلى كلمة السر. وبعد ذلك تتم عملية التسجيل كما قلنا ولأول مرة دون أي ورقة، يعني عملية إلكترونية 100%. وهذا بطبيعة الحال يدخل ضمن إطار ما تسعى إليه وزارة التربية الوطنية على غرار باقي مؤسسات الدولة من أجل رقمنة القطاع، والذي نتمنى أن تكون هذه العملية أيضا عملية ناجحة. عملية الرقمنة بصفة عامة ستساهم بكل تأكيد في تحسين الأداء. نعم سيد بوعنان، ربما قبل هذه السنة وقبل هذه الإجراءات الجديدة كانت عملية تسجيل تتم من طرف الطلبة، يعني هل سبق وتم تسجيل أخطاء على مستوى هذه الشهادة أو أخطاء يعني من طرف الطلبة كانت سببا في ضرورة أن يتولى المدراء عمليات تسجيل؟ لا، ليس هي ليس المرة الأولى التي يسجل فيها، يعني تتم العملية التسجيل عن طريق المؤسسات. هذا بالنسبة للتلاميذ يعني المترشحين النظاميين، هي تقريبا منذ عامين أو ثلاثة، لكن كانت ترافق عملية التسجيل هذه الإلكترونية في المؤسسات التربوية أيضا ملفات ورقية. والآن بالنسبة للتلاميذ يعني النظاميين أو المترشحين النظاميين، كما قلنا عملية التسجيل ستصبح عملية آلية يوفرها النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية التي تتوفر عليها وزارة التربية الوطنية. والمعلوم أن كل التلاميذ راهم مسجلين في هذه الأرضية، وفقط هذا النظام المعلوماتي سوف يعني يخلق حسابات فردية لكل مترشح. هذه الحسابات هي بها كما قلنا كلمة السر وبها أيضا اسم المستخدم، ومن خلال هذه الحسابات بطبيعة الحال أولا تطلع إدارة المؤسسة ربما هناك أخطاء أولية أثناء تسجيل التلميذ في الأرضية عند دخوله إلى المدرسة لأول مرة، ويعني يؤكد مع التلاميذ هل فيها أخطاء في ناحية مثلا تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، اسم الأم، اسم يعني المعلومات الخاصة بالحالة المدنية بالخصوص. وبعدها يتم تصحيح هذه الأخطاء إن كانت موجودة، وهي ستكون طبعا أخطاء قليلة كما قلنا، لأن أغلب التلاميذ راهم مسجلين في الأرضية الرقمية أو في هذا النظام المعلوماتي منذ أن ولجوا، أن دخلوا إلى المدرسة يعني في السنة الأولى ابتدائي، وتبقى تلك المعلومات ترافقهم إلى آخر
مسارهم الدراسي. نعم سيد بو عنان، ربما اليوم التخلي بشكل كلي عن الأوراق، يعني التسجيل لأول مرة بصفر ورقة، هذه الإجراءات ما الذي ستقدمها وكيف ستؤثر على سيرورة عمليات أو شهادتي البيام والباك خلال هذه السنة؟ يعني ما هي التسهيلات وربما الإجراءات الجديدة هذه كيف ستخدم الإدارة وثم المترشحين؟ بطبيعة الحال عملية الرقمنة لها جانبين، أولاً لها الجانب الأول هي تساهم في تحسين كما قلنا الأداء الإداري، يعني تحسين العمل في وإتقانه بشكل جيد وبشكل سريع، هذا الأولى. ثانيا ستساهم أيضا في عقلنة وترشيد النفقات، لأنه التسجيل عن طريق الملف الورقي فيه استهلاك يعني للأوراق، فيه استهلاك للطابعات، فيه استهلاك للأقلام إلى آخره، فهنا ستساهم هذه العملية أيضا في ترشيد النفقات بهذه المؤسسات التربوية وبقطاع التربية بصفة عامة. وثالثا أيضا فهي لها إذا التسريع في تصحيح الأخطاء إن وجدت هذه الأخطاء، وكما قلنا التسهيل للمترشحين ولأوليائهم على الاطلاع على معلومات الخاصة بالترشح أو حتى بسحب أيضا استدعاءات الخاصة بالامتحان، يعني يوم الامتحان، أو ربما حتى الاطلاع على النتائج من خلال هذه الحسابات أو من خلال هذه المواقع التي توفر هذه الخدمة. نعم سيد يزيد بوعنان، إذا تحدثنا يعني وفقا لبيان وزارة التربية الوطنية قد منحت مدة شهر تماما لهذه عملية التسجيل بالنسبة لطلبة الشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، مدة شهر حتما ستليها فترة تأكيد التسجيل، كيف سيتم ذلك؟ طبعا مدة شهر أولا ستكون كافية لتسجيل كافة المترشحين سواء كانوا مترشحين الأحرار أو مترشحين النظاميين، وهذه المدة معمول بها منذ أن تم بدأ التسجيل كما قلت عن طريق يعني منذ مدة طويلة، يعني معمول أن مدة التسجيل هي مدة شهر. فيما بعد سيفتح طبعا هذه المواقع هذه الإلكترونية الخاصة بالتسجيل من أجل تأكيد التسجيل وتصحيح الأخطاء إن وجدت، وهي أخطاء ستكون طبعا بتأكيد قليلة، هذا يعني تصحيح الأخطاء إن وجدت. وبالتالي فهذه العملية يعني فيها نوع من المرونة من أجل أن تكون عملية تسجيل عمليات يعني تنقصها الأخطاء وتكون أيضا مؤكدة لجميع المترشحين ولا يتخلف أي مترشح في هذه العملية التسجيلية. وفيما بعد أيضا سيفتح كما قلت في ربما في شهر ماي أو قبل ذلك بقليل الموقع أو هذه المواقع الإلكترونية من أجل السماح للمترشحين بسحب استدعاءاتهم الخاصة بيوم الإجابة. نعم ربما نقطة أخيرة سيد بوعنان، تحدثنا عن الدفع الإلكتروني، لأول مرة سيتم دفع حقوق التسجيل إلكترونيا أو عبر نعم عبر البطاقات الإلكترونية، ما تعليقكم؟ نعم الرقمنة لابد أن تكون شيئا متكاملا وتدريجيا يعني بهذا الشكل، فوصلنا اليوم إلى ضرورة، يعني في السابق كان المترشح يذهب إلى مراكز البريد ويصرى فيه يعني نوع من التزاحم في دفع المستحقات باعتبار أن المترشحين عددهم كبير سواء في المتوسط أو في الثانوي، يعني سواء شهادة تعليم متوسط أو شهادة تعليم ثانوي، ويحدث نوع من كما قلنا التزاحم في مراكز البريد. الآن بإمكان أي مواطن أو أي ولي أن يدفع حقوق تسجيل ابنه من البيت، يعني عن طريق البطاقة الذهبية وعن طريق الموقع الإلكتروني الذي أيضا وفرته وزارة التربية الوطنية الخاص بدفع هذه المستحقات، عن طريق طبعا البطاقة الذهبية أو عن طريق الخدمات المالية التي توفرها طبعا وزارة البريد والمواصلات عبر مواقعها المختلفة. إذن فهذه العملية بالتأكيد هي تعطي تسهيلات كبيرة للمواطن وللولي وللتلاميذ من أجل أن يسجلوا أبناؤهم في أريحية تامة دون اللجوء إلى الذهاب إلى مراكز البريد، بما طبعا
بما كانت تتميز به كما قلنا من التزاحم ومن الاقتضاد من أجل دفع هذه المستحقات. نعم، شكرا جزيلا لك سيد يزيد بوعنان المكلف بالإعلام لدى المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، كنت معنا مباشرة عبر سكايب، شكرا على هذه المداخلة. شكرا، بارك الله فيك، بالتوفيق. بارك الله، شكرا.